صباح الخير. يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية له اليوم الساعة 3 بعد الظهر في قصر بعبدة، واليوم وفق معلومات الأو تي في رئيس الجمهورية العماد بن شرعون دعا إلى حضور هذه الجلسة كل من نقيب المستشفيات، نقيب الأطباء، وأيضا الصليب الأحمر اللبناني للمشاركة في هذه الجلسة. وطبعا هذا طابع هذه الجلسة سيكون بطبيعة الحال هو العنوان الأول في البلد، وهو الكورونا وكيف نكافح انتشار هذا الوباء في لبنان من بعد ما عم تتزايد نسبيا أعداد المصابين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. وبالطبع يعني هناك بعض المستشفيات التي يتم التحضير لكي تكون جاهزة لاستقبال أيضا مزيد من الإصابات. ضيفي اليوم في حوار اليوم، أهلا وسهلا فيك أستاذ وسيم بزي، صباح الخير. محمود لحضرتك ولمشاهدي الأو تي في. أهلا وسهلا فيك. أولا يعني كيفك بهيدي الأحوال؟ كيف بيئتك، عائلتك بهيدي الأحوال؟ هل إنه الجميع اليوم هو مطمئن للإجراءات التي تأخذها الدولة، أو لا اليوم أنت عائلتك بيئتك اليوم عندها ملاحظات؟ لا، ما في شك إنه وقع هذه التجربة على العموم هو وقع جديد. العالم موجود أمام تحدي غير مسبوق بحياتنا بأجيالنا نحن. في شيء جديد من أنماط الخطر، من أنواع الخطر عم بتعيشه الناس بالمعنى العام، وعم يتصغر على حدود كل بيت وكل عائلة بالمعنى الخاص. ما في شك أنه مسألة الانضباط الذاتي أو ما يسمى بالتحكم والسيطرة عنصر أساسي بقدرة كل عائلة صغيرة على مواجهة هذا المرض، قبل ما نحكي عن دور الدولة والمؤسسات الأوسع. لذلك أنا ببيتي وأنا عندي 3 بنات الانضباط كامل، أصلا في يعني اقتناع عندهم وهن بمستوى جامعي، ووحدة عندي يعني بصف ثانوي، عندهم اقتناع انه مسألة الوقاية الذاتية اساسية جدا. هلا انا لما جيت لبيتك اليوم عملوا لي صف تحذيرات كيف بدي اجي وكيف كذا، علما انه انا حتى الان اشعر انه بعدني عم مارس حياتي بشكل طبيعي. بس مهم جدا انه شعبنا نحن كلبنانيين بكل اسف تعود على شيء جوزيفين اسمه ثقافة الفوضى. صحيح انه بعض الناس قد يكونوا منضبطين، بس بالمعنى الأوسع والأعم للكلمة نحن هذا التحدي الوجودي اللي له علاقة بحياتنا مهم جدا أنه نستفيد منه لنأمن حوافز جديدة بحياتنا، أهم أن نتجاوز مفهوم الفوضى اللي احنا عايشين بقلبه ونمارس انضباط ذاتي يأسس لاحقا لانضباط أعم بإعادة ترتيب حياتنا الوطني. بموضوع الحكومة إذا بدك، وللأسف قبل ما نوصل لموضوع الحكومة كرمال هيك، طلع السيد نصر الله الأمين العام لحزب الله طلب من جمهوره تحديدا أنه يضلوا بالبيت، لأنه يعني تعليقا على اللي تفضلته حضرتك انه هذا ببلش من كل مواطن انه يحس بالخطر والحذر وانه يقعد بالبيت. في المقابل نحن عندنا عادات اجتماعيه وثقافه مختلفه تماما عن الاجراءات اللي انطلبت منا، مثل انه ما نروح عند بعض، ما نسلم على بعض، ما نبوس بعض، ما نقعد بقهاوي، ما نشرب ارجيله، يعني كل هول. اليوم كلام السيد نصر الله كان بمثابه شو، مثل تكليف، التكليف بيكون ديني بس انه اشبه. لا، هو وصلوا اذا بدك جوزيفين لمستوى التكليف. ليش؟ انا برايي انه في ظلم دائم بمحاوله التعاطي مع حكم مسبق على ما يطلقه السيد نصر الله من مواقف، فما بالك امام هذا النوع الجديد من انواع المواجهه. الحقيقه اللي عمله السيد نصر الله على مستوى وطني إذا بدك وعلى مستوى أوسع غير مسبوق. ما في حدا هالقد طلع عمل توصيف، استخدم وسائل وأنماط متعددة لتشخيص أزمة، أخذ من تجربة المقاومة على صعيد كيف تواجه المقاومة العدو، حكى عن الكورونا كعدو لحتى هالقد يوصل الرسالة. وأنا برأيي المسألة ما إلى علاقة بناسه حصرا، إلى علاقة بأنه السيد نصر الله شخصية
تتمتع بمجموعة من مواصفات مشتركة قد تميزه عن الآخرين بالبلد، علما أنه الوزير باسيل تاني يوم بعد إطلالة السيد نصر الله عمل كمان مواكبة وطنية من موقع مسؤول مهم جدا على صعيد الإرشاد الاجتماعي والتأثير على الناس. السيد نصر الله المشتركات اللي بيملكها بشخصيته، أول شيء أنه هو معمم، رجل دين، يعني اثنين هو في عنده شيء اسمه تكليف شرعي، ثلاثة عنده تجربة عسكرية بالمقاومة، أربعة عنده مريدين جماهير واسعة تتجاوز بعد الحزب، خمسة وهيدا هون المهم انه عم بخاطب من موقع سياسي ايضا، وهيدا حاول يفوت فيه بدفء وبنعومة وبهدوء للجميع على صعيد الوطن، لانه هذا التحدي ما عم بميز بين اعراق وطوائف واحزاب واغنياء وفقراء، عم يعمل شمولية جامعة بالعداوة اللي عم يختارها هيدا العنوان. لذلك مهم جدا انه نحن نستفيد من اطلالته امبارح. تصوري انه وصلت الجرأة امبارح، اول امبارح من سماحة السيد، انه يقول انه حتى لو سقط شهداء خلال هاي الفترة ويوصل الامر انه بدنا نشيع، بنشيع باقصى محدودية ممكنة وخلص. انه لهالدرجة كان في اطلاق لاشارة انذار أخلاقية وطنية سياسية ممكن أنه ناخذها كلنا خارج إطار الاشتباك اليومي اللي كان حاصل ما قبل الكورونا. والمؤسف هون جوزيفين أنه في ناس اليوم، في شريحة كبيرة من اللبنانيين تحمل حزب الله مسؤولية عدم رفض، خلينا نقول رفض مش عدم، رفض قطع الرحلات الجوية ببداية الأمر عند بداية هذه الأزمة مع إيران، يلي وصلت منا أول حالة. وطبعا نحن لا نقول أنه إيران هي السبب الوحيد، يعني أو الرحلات إلى إيران هي السبب الوحيد بأنه تفشي وباء الكورونا في لبنان، ولكن في شريحة اليوم كتير كبيرة من اللبنانيين أدخلت هذا الموضوع في سياق تحميل مسؤولية لحزب الله. أنا بشكرك على هذا السؤال، لأنه أصلا معيب انه نحن امام تحدي مثل هيدا. اول شيء نحن بحاجه لإله هو الاخلاق بالمواجهه هاي، لانه الاخلاق عنصر اساسي بالقدره على الضبط وبايضاح البديهيات. على فكره هو حكى عن مجموعه بديهيات لما قال انه هون قدامي مرض، يعني عدو طبيعي اني اقاومه، فهيدي بديهيه. من هون مساله الربط المبكر بايران، اول شيء هيدي قبل عيب بالدرجة الأولى، تاني شيء مضحكة، تالت شيء استغلال سياسي رخيص، رابع شيء تنزيل لمستوى التعاضد الوطني المطلوب بمواجهة هذا المرة. أنا راح ضد علميا، بالمناسبة أنا صيدلي، يعني مبارح تصوري أنا إلي موقف من محطات معينة أدارت مرحلة ما بعد 17 تشرين بطريقة جعلت نفسها فيها هي موقع القائد. للأسف هاي المحطات ذاتها اللي فقدت لمسة 17 تشرين من خلال دورة بلحظة معينة، إجاها الكورونا هلأ صارت عم تعتبره وكأنه استكمال وظيفي لإلها لأداء بمرحلة 17 تشرين. خلينا أنا بدي فتلك على إيران من خلال هيدا على إيران، أنه ليش نحن بالبداية لما وصلت عدد من الطائرات من إيران وكان من المفروض أنه يصير في حجر لهؤلاء الواصلين من إيران بدل ما يروحوا على بيئتهم ويقعدوا مع بيئتهم أول شيء جوزيفين امبارح في محطة محلية من هول محطات الثلاثة عملت إحصاء من أين أتوا الناس، حطتهم كلهم وكيف جرت العدوى، تبين أنه أقل ناس عدو بهذا المضمار هني من إيران، عدو أربعة، بينما إيطاليا كانت العدد الأكبر 34. مع احترامي لكل حدا راح ومات، بس أنه استدرج إلى هكذا مستوى من النقاش ونضطر نعطي أدلة علمية. للأسف نحن ما كنا مضطرين أن نصل. أول شيء هذا الوباء عالمي عابر حتى للقارات، للدول، للحدود. تاني شيء نحن
احنا في حضور وحيوية بالعلاقة مع إيران متعدد الأسباب، شيء له علاقة بالزيارات الدينية، شيء له علاقة بطلاب الجامعات، شيء له علاقة أسباب مثل ما قلنا علاقات مع إيطاليا مع فرنسا مع غيرها من الدول. وبالتالي اختيار إيران بالذات لأنه سجلت أول حالة. أنت برأيك النية هيك مبنية؟ أنا قبلين أنا وياك أنه إذا عشان أول حالة إجت من إيران هل قد المسألة بريئة؟ أنا قبلين، لكن لأنه في قرار مسبق وفي نية مسبقة باستخدام العنوان الإيراني وتوظيفه سياسيا رغم البعد المرض الإنساني لما نعيشه، هيدا خلى حدا مثل الدكتور سمير جعجع يعيش سقطة. نعم. تصوري سقطة إلى علاقة بعنصرية التشخيص، إلى علاقة بالبعد السياسي، وإلى علاقة بمعلوماته الدقيقة. أول شيء حكى عن اللوموند الفرنسية أنه جاب حزب الله على لبنان ضباط وقيادات عسكرية من الحرس الثوري لا يحكمها، علما أنه صرنا نحن كلنا عارفين أنه البلد هالقد صغير وهالقد ما بيتخبى في شيء، فما بالك انه نحن بزمن التليفون لكل واحد حامل تليفونه بايده هو جهاز امن بحد ذاته، تملكي فيه الكاميرا والصوت وايصال الرساله والمعلومه، لذلك يستحيل ان يحدث امر بهذه الضخامه ويتخبى. واحد، اثنين، تصوري انه مبارح الاعلام الموالي لحزب الله فند له للدكتور جعجع موقفه، وضح له انه هيدا اللوموند اللي نسبها منا صحيفة اللوموند الفرنسية، هيدا موقع بكيان العدو بالاضافة لموقع ديبكا، هن اللي روجوا هذه المعلومة وللأسف تلقفها الدكتور جعجع عن حسن نية او عن سوء نية. ثلاثة، استاذ مثل فيصل جلول صحافي معروف عايش بفرنسا بجو علماني اليوم بذكره للدكتور جعجع لما دعا للحجر على السوريين والفلسطينيين، حطله صورة كيف كانوا الألمان يرتبوا مستويات الإثنيات بطريقة عنصرية بزمن الوجود النازي بفترة ما قبل الحرب العالمية ليقولوا أنه هذا منطق عنصري لا يجوز أن تذهب إليه. لذلك هذا الاستخدام لا موفق لكل ما جرى للهجوم على إيران منه منطقي ولا له أساس علمي، ولا لو أنه ما إجا حدا من إيران ما كنا نصبنا بالكورونا، هيدا الأساس بالمسألة. لنروح أكثر لما قاله دكتور سمير جعجع ومطالبته بمحاكمة الحكومة قائلا بأنه في حال ما اتخذت الإجراءات اللازمة وفي حال انتشر الوباء بشكل كبير نحن ذاهبون إلى محاكمة الحكومة ووزارة الصحة، وكمان أيضا يعني أن وزارة الصحة اليوم لها حيثية سياسية على اعتبار شخص الوزير وإلى صح. من يتبع إلى أي مدى اليوم فعلا في مسؤولية كبيرة على حزب الله، لأنه بالتركيبة السياسية اللبنانية الوزير يعني هو يمثل حزب سياسي بهذه الأزمة، وشو رأيك بموضوع محاكمة هذه الحكومة؟ هل توافق فعلا ما إذا كانت هذه الوزارة أو هذه الحكومة لم تتخذ الإجراءات المناسبة، وهذه قضية إنسانية لا يمكن إدخالها إذا بدك بالدفاع السياسي عن الحزب أو عن هذه الحكومة، في حال وصلنا لمطرح أنه انتشر الوباء بشكل كامل يعني أقصد مثل ألمانيا وأوروبا، لأنه هلأ إيطاليا منتشر كتير. ألمانيا رئيسة الوزراء تقول أنه 70% من الشعب الألماني معرض للإصابة بهذه، بريطانيا كذلك الأمر. اليوم هل توافق دكتور سمير جعجع على المطالب بمحاكمة وزارة الصحة والحكومة في حال انتشر الوباء؟ يعني هو في غرابة هون، وأنا كمان هذا السؤال بدي أشكرك عليه، لأنه كلهم أسئلة مهمة أن يجلى فيهم على الأقل منطق معين ما له علاقة بحزب الله بس بحاول منطقيا يحاكم وجهة النظر. تصوري رئيس منظمة الصحة الأمريكية السابق مبارح بيعلن أنه الأطباء بأمريكا عم يضطروا يستعملوا كمامات بعضهم بالمستشفيات لأنه مش موفر عدد الكمامات الكافي. شيلي عنا هاي، أنا أخت مرتي وعائلتها ساكنة بديربون اللي هي ضاحية من ضواحي مدينة ديترويت، انقطعت كل المواد اللي انقطعت عنا،
المطهرات، المعقمات، السبيق، هي أمريكا. أمريكا اللي هي مفروض إنها هي عم بتقود العالم بالإمكانات وبالقدرة. لذلك أنا بقول بهيدا الرد البسيط، الحمد لله إنه عنا حكومة. أنا طلعت معك بحلقة بذكرك فيها آخر مرة، قلت لك هاي الحكومة فيها 12 أمريكاني إذا متذكري، وقلت لك إنه أنا مني كتير كنت متحمس للثقافة اللي عم هلأ بقول بالتجربة بالسياق من وقت حلقتك لهلأ، وأمام تحدي كورونا، ولما رفضنا ندفع لصندوق ندفع أول 1.2 مليار، هلأ بقول الحمد لله إنه عنا حكومة، لأن الذين تخلوا وهربوا كل لتبريره عن المسؤولية الوطنية، كل شيء عم يعملوه هلأ إنه واقفين عم ينتقدوا من برا وعم بيجربوا يمزقوا بالإطار الوطني المطلوب لهزيمة هذا المرض. هل يعقل إنه أنا عم طالب بمحاكمة حكومة وزير صحة وبعد القصة بالأطر الأولى للمواجهة؟ هل يعقل أنه أنا بلا ما أشوف كيف بدي وحد الناس بمواجهة هذا التحدي بستخدم كيدية سياسية انتقائية بالوقت لوزارة الصحة لحد هلأ عم بتقوم بالحد الأدنى من دورة المطلوب ضمن المتاح من إمكانيات؟ أنا برأيي الدولة والحكومة والوزارة عم يعملوا معجزة لحد هلأ. حتى نحن نكون منطقيين، نحن وين كنا ب 17 تشرين؟ كنا عم نحكي عن دولة منهارة، عن مؤسسات بالأرض، عن حكومة مستقيلة، عن رئيس حكومة وزراء ما بدهم يصرفوا أعمال. هلأ أنت بلشتي مقدمتك عم تحكي عن رئيس جمهورية جامع البلد اليوم بالقصر وجامع القطاعات لا أنا عم بستفيد من المشهد لفرجيكي قديش وقع أداء الدولة مهم ضمن الإمكانات المتاحة. لذلك قول الدكتور جعجع ليس أكثر من كيدية سياسية رخيصة بهيدا الوقت عم بتسيء لوجع الناس، عم بتسيء لهذا المنطق اللي ما عم بيميز حدا عن حدا وليس أكثر من. ليش ما بتشوفه أكثر تحذيري يعني واجب تحذيري لهذه الحكومة اللي حثها؟ أنا بدلك كيف بتفهم السياسي المسؤول هلأ. السياسي المسؤول أين كان موقعه السياسي؟ شو من صار إجراءات بيدعم بيطالب بالمزيد لكن بيثني على اللي عم بصير لحد هلأ. بالمناسبة مجددا أنا دايما ما بطلع ولا مرة إلا ما نوجه تحية لكل الطواقم الطبية يلي تاركة عائلاتها وهي موجودة بالمستشفى، تحديدا مستشفى رفيق الحريري وأيضا مستشفى المعونات يلي كمان فيها أكثر من حالة ومستشفيات أخرى. تحية إلى الصليب الأحمر، ما بدي إلى المتطوعين في فرق متطوعة بكل صارتوا طالعين عنا على الأو تي في أكثر من مرة، فرق متطوعين من أطباء موجودين هلأ بمطار بيروت أو أطباء أيضا من المستشفى، طلاب الجامعة اللبنانية اللي هن كمان عم يدرسوا الطب، الصليب الأحمر، كل يعني ما بدي أنسى حدا، بس دائما يعني نحن حتى المشاهدين اللي عم يسمعوا لحتى يعرفوا فعلا قديش هول الطواقم هول الناس عم بيضحوا هني هلأ خط الدفاع الأول عننا كلنا، هني خط الدفاع الأول عننا كلنا وحاطين حياتهم بدائرة الخطر. كرمال هيك لابد من دائما توجيه. أنا الحقيقة وشكر دائما على أنا معك الجهود. كل اللي أنت وجهتي لهم تحية وبندعي لحد أدنى من التعاضد والتكاتف السياسي خلف الحكومة. في شيء اسمه خطر وطني بالثقافة جوزيفين، هيدا الخطر الوطني وطن. ماذا يستدعي على الرغم من أن نوحد خطابنا السياسي لهزيمة هذا الخطر واستئناف الخلاف من لحظة من بعد لحظة هزيمة. بس ما بيمنع أنه نسأل كم سؤال قبل ما نروح لا بالعكس أنا بدي إياك تسأل قبل ما نروح على أبو عبدة ونشوف شو رح يصير اليوم بمجلس الوزراء. في مثلا أوكي تشكر هذه الحكومة وزارة الصحة إلى آخره، ولكن اليوم فحص الكورونا 150 ألف. إيه هيدا أنا يعني كان لافت لي نظري، خليني أنا وياك نعلق عليها. يعني إذا بتزعم مستشفى رفيق الحريري هلأ عندك كم عارض أوكي أو ما عندك عوارض، بيقولوا لك أنت ما عندك عوارض، منفضل نحن هذا الفحص نخليه طبعا لأنه القدرة يعني محدودة، منخليه للي عنده عوارض. خليني انا وياك انت بتحس بعارض واحد او عارضين بتروح على مستشفى بدك تعمل بيطلبوا منك 150 الف ليره، بتقول لهم لا خلي الكورونا خي معنه. انا وياك في شيء مهم ضويتي لي عليه هون انه مش بس الحمد لله اللي في حكومه،
ومش بس يمكن الكورونا من حيث لا نتوقع أدنى بخدمة كبيرة لهيدي الحكومة، لا سمح الله مش إنه نحن عم نتمنى أوبئة، لكن هذه الحكومة أثبتت إنه في حدا عم يتولى المسؤولية، في حدا عم ببادر وعم بحاول وعم يجتمع وعم يبحث وعم بيقرر مع الاثنين. هيدي المؤسسات اللي نحن مهيرين حالنا جوزيفين لنبيعها بسوق النخاسة، يعني الكهرباء والتليفون والمرفق والمطار وكل شيء ملك للدولة، قلنا نحن بنوهن على مدى 30 سنة بقدرات دولتنا حتى نبيعها تحت عنوان الخصخصة للأوليغارشيا وللمتوحشين. شو طلع عنا هلأ نموذج؟ إنه هيدا المستشفى الحكومي الوحيد اللي قدر شال الحمل كله حتى هذه اللحظة، وإن شاء الله ما بتكبر الأمور. مشاكل، خلينا نقول إنه مستشفى بيروت الحكومي ومستشفى رفيق الحريري الجامعي عنده مشاكل كتير طبعا، موظفينه يطالبون بحقوقهم، وكانت الغبرة أحيانا واصل سمكة هيك منيح، هيدا كان تحدي إيجابي، وهلأ سندينه ب 11 مستشفى حكومي آخر. لكن بنفس الوقت مثل ما بنحكي عن المصارف بنحكي شوي عن المستشفيات الخاصة اللي كتير استفادت من وهج وفترة الثراء بهذا البلد، واللي كانت بالنسبة للبنان منارة جاذبة لكثير من الخارج ليتحكموا بالقطاع. منيح عليها انه ما هالقد تكون عنصر دفاع مساعد خجول فقط لانه الوضع المادي هالقد صعب بالبلد، وتاخذ دورة الحقيقي حد المستشفيات الحكومية بهيدا الحمل. لانه المستشفيات مثلا الصغيرة لا تستطيع استقبال مرضى الكورونا لانه اصلا اذا هي المساله بحث تقنيه، انا معك بحث تقنيه فعلا، انا معك يعني علم علما انا مش عم دافع، انا عم بقول وجهه نظر نقيل الاستاذ سليمان هاروني اللي شرح هذه وجهه نظر. سمعته انا انه في مستشفيات صغيره ما بتقدر لانه اصلا قصه الكورونا بدها قصص تقنيه مثل ما تخلين ما فيهم يمشوا مرضى الكورونا من نفس ملاحظه صغيره بس الجشع المادي بمحط ما جاوبتني على 150 الف ليره. بلا رح جاوبك، انا بدي اقول انه ما بيجوز عم هون انا كمان بدي اروح على المستشفيات الخاصه اللي هن مسعرين ب 150 الف ليره واللي عم بيقولوا انها تسعير الضمان، ما بيجوز شو ما كانت الاسباب وشو ما كانت كلفه الكاشف اللي بيستخدم بالتحليل الكاتاليزر ليظهر الايجابي او السلبي، لانه هالقد المساله وباء وجائحه ومشكله حالتها. لا صحيح انه الناس قد تمارس طرف الفحص لانه بدها تطمن ومسرسبه، وصحيح انه اعراضه قد يعني احيانا تختلط مع القريب العادي، لكن مبلغ ال 150 الف بعده عم بيقول رساله اضافيه انه نحن ما تعلمنا. مين المسؤول عن هذا الموضوع؟ انا برايي في شراكه بالمسؤوليه بين دوله مفروض ان تضبط وبين مستشفى قطاع خاص يفترض ان يشعر ان يحاول. مين المفروض؟ مش وزاره الصحه لازم تضبط هذا الموضوع؟ انا برايي المساله شراكه، يمكن يكون في مواد غاليه، اثنين لازم يكونوا بعده امبارح لمشحر الوزير لانه عم بدافع عن حاله مع دكتور طلع نشر الوزير والوزاره والدوله على شاشه يفترض ان تمارس المسؤوليه، واخر شيء هي الشاشه بتطلع بتطلع بيان بتقول نحن مش مسؤولين عن شيء من اللي قالوا هيدا الدكتور على شاشتها. هيدا دليل انه الدولة عم يعني ما عاد في حد ادنى من محاولة حفظ هيبتها وكرامتها لتقوم بهك ادوار مثل اللي انت اللي عم بتطالبي فيها بالوقت يلي اوكي في عم تقول شراكة والمسؤولية بين الدولة الحكومة والمستشفيات والقطاع الخاص. طب رح اعطيك انا شيء ثاني هلا بالوقت يلي حضرتك عم بتدافع فيه عن هذه الحكومة عم تقول منيح وهي الى اخره الناس انا عم دافع موضوعي بس. اوكي هلا الناس اللي عم تسمعنا عم بتقلك انه طيب عال مين المسؤول عن ارتفاع اسعار الكمامات والمعدات الطبيه يلي كل الناس هلا راحوا ركضوا ليشتروها خوفا من هذا الوباء ويلي طارت اسعارها بشكل هستيري ويلي ما في ناس ما بقدروا يشتروا كمامات، طب من المسؤول عن هذا؟ انا ابدا ما بدي برر ولا بدي اكون بموقع دفاع عدمي، انا معك انه في تقصير بالإمكانات وبالقدرات الضبط واحد، اثنين دائما في سوق سودة بتخلق على ضفاف
هكذا نوع من أزمات، فما بالك إذا كان هذا تحدي غير مسبوق. تصوري أنه أنين تسبيرتو السبعين اللي كانت أصلا يعني موجودة على قارعة الطريق بالمحلات اختفت، أنا صيدلي وعندي صيدلي لا في كمامات لا في سبيرتو ما في شيء. بس هيدا أنا المسؤول أنه يضبط الأسعار. أنا الناس صارت الكمامة ببعض الصيدليات أو ببعض المطارح حق 12,000 ليرة، وهيدي فضيحة. هيدا يعني مطلوب في تفتيش صيدلي وفي تفتيش عند نيابة الصيادلة وفي حماية المستهلك لخارج هذين النطاقين، وفي يفترض متابعة وإدارة. المشكلة إنه مش متوفر، إنه في اسم تخبى للاحتكار بس فعلا وقع الأزمة وطلب الناس إجا أكبر بكتير. أعطيتك مثل أمريكا إنه فضيت السوبر ماركت. أنا عم بحكي على الأسعار، أنا مش عم أقول إنه مزبوط الاستوكات فضيت. طبعا في استغلال، أنا موافق والدولة مسؤوليتها أن تكافح هذا الاستغلال، وهيدا بتصور له علاقة بوزارة الاقتصاد وبوزارة الصحة، ونحن وياك بناشدهم أن يحدوا قدر الإمكان من المافيات التي تولى على ضفاف هكذا أزمة. بما أنك عم تدافع أيضا موضعيا أو موضوعيا عن هذه الحكومة، كمان هذا سؤال بدي أطرحه عليك قبل ما ننتقل لجلسة مجلس الوزراء وتقلنا اليوم ماذا ننتظر منها، هل ننتظر على حالة طوارئ. قرار مجلس الوزراء بتثبيت سعر صفيحة البنزين مع انخفاض سعر البترول بالعالم، النفط بالعالم، هذا كيف تصفه؟ شوفي لقلك كورونا يعني، وانه نرجع ناخد انه بتأمن قدي قالوا للخزينة اللبنانية من جيوب الناس، كيف تصفه؟ انت عارفة انه كورونا اجا قعد على واقعنا وعلى الواقع العالمي، وتحت منه خبى مجموعة أحداث كبيرة وخطيرة عم بتصير بالمنطقة وبالعالم، حتى رقم بالاقتصاد. وأنا هون بدي أجي لك على الجواب. تصوري مثلا أنه سقوط الانهيار البورصات العالمية بفرنسا، ألمانيا، إنجلترا، أمريكا، روح بين 23 و30% من قيمة هذه البورصات، وترك أثر لسنوات، لدرجة أنه إدارة ترامب الآن قد تكون مهددة بانتخابات تشرين الثاني القادم بعد ضياع كل الإنجازات اللي راكمها بالثلاث سنين الماضية على وقع الأزمات المستجدة. في حرب أسعار عم بتصير بين بوتين ومحمد بن سلمان بعد ما فرض اجتماع أوبك الأخير، أوبك بلاس بجنيف، إجت هاي القصة هلأ لحتى تعمل فرصة للحكومة هون، وهي الفرصة اجتنا نحن مثل ما بقولوا بالعامية من غامض علمنا. كنا عم نفكر كيف بدنا نقدر نمرق 5,000 على البنزين دون وقع سلبي على عموم الناس، اجى الهبوط الحاد بأسعار لحالة اجت وفرت لنا يمكن أكثر من 5,000. أنا بما أنه لقلي كيف رح جاوبك هون، بما أنه نحن مقتنعين أنه في قرارات قاسية جرى التنظير لها طويلا، ومعرفتنا الحاد لوصفة الشروط الضريبية لصندوق النقد الدولي، هذه واحدة من الشروط اللي على أساس أنتم بترفضوها إيها تنفذت. أنا عم تشمليني، والله أنا مستقل عم جاوبك بوجهة نظري. رفضي الحاد، لأنه أنا يمكن استعملت لغة الجماعة. أنت استعملت لغة الجماعة صح. رفضي الحاد لوصفة الضرائب بتاعت صندوق النقد. هيدا شو؟ في شيء بالأخير لازم يجيب على هالخزينة المفلسة. يبدأ من الناس؟ هو هل تبدا انه خلص ثقبتنا؟ لا لا، مثلا الناس عم بيعانوا من عدم يعني قدرته الشرائيه المنخفضه كثير، من ارتفاع سعر صرف الدولار يلي بالسوق هالكون، من ارتفاع سعر السلع المستورده وغير المستورده، من الكورونا، من القصص الطبيه، من انا معك انت يعني. انا معك لقلك انا وين معك، انا مع كل شيء لا يطال الفقراء ومحدودي الدخل، ما هيدي طالته اكيد، لكن انا عم بقول هن الحكومة كيف تصرفوا. نعم. في شيء بالحياة اسمه التعود، هيدا التعود أحيانا خطر لدرجة أنه يصبح شكل من أشكال الحب بالمفهوم الثقافي للكلمة. تعود الآن على هيدا السعر تبع تنكة البنزين هالفترة الطويلة الماضية، وهن ملبكين كيف بدهم يجيبوا إيرادات، لقوها فرصة. أنا هون مش عم بررهم، عم جرب فسرهم ووصفلهم. لقوها فرصة ليبهدوا
وبخضم الكورونا يأمنوا شوية إيرادات، لأنه بالأخير بس هن لو عملوا هيك مثلا وضبطوا أسعار ارتفاع السلع الاستهلاكية اللي الناس بحاجة لها، منيح بقول الواحد إنه ثائبهم. بس اليوم في يعني هجمة على المواطن بمعيشته بجيبته، يعني السلع ما حدا عم يضبطها، أنا السلع مش ارتفعت بالهامش اللي يسمح له أكثر القانون، من 60%. أكثر من 60%، وهذا هامش لا يسمح به القانون، صح، لأن القانون نحن اقتصاد حر يسمح بارتفاع السلع بنسبة معينة. لا هون شفنا أكثر من 60%. أنا برأيي هاي اللي عم تتفضلي فيه ثلاث أجزاء. الجزء الأول الجشع والتفلت والقناعة عند المحتكرين أن ليس هناك قانون يصل إليهم بالنهاية، السبب الأول. وعم ينجحوا. السبب الثاني أدوات الدولة المترهلة وغير القادرة على الإحاطة الواسعة بكل المدى الحيوي لهذا الجشع والاحتكار والسرقة اللي عم تحكي عنها. السبب الثالث إنه نحن عمليا بمرحلة انتقالية جوزفين، بعد ما قدرنا هالقد نوثق من قدرتنا على الضبط، يعني بين القرار حينما يصدر بأعلى والتطبيق عند أصغر دكاني بلبنان عم بتمارس هذا الجشع. هو هن ثلاث أسباب ليفترض أنه نتغلب عليهم لنقدر نعمل انسجام بين وقع الأزمة وبين الأسعار الحقيقية الموجودة بالسوق. نعم طيب، ما بعرف اذا بدنا نتوقف مع فاصل اعلاني هلا ولا بدنا نفتح موضوع جلسه مجلس الوزراء. نتوقف مع فاصل اعلاني قصير، من بعد الفاصل بنفتح موضوع مجلس الوزراء. اليوم رئيس الجمهوريه دعا الساعه 3 يوم الاحد جلسه استثنائيه، شو رح تاخذ قرارات؟ مثل ما قلنا سابقا هلا ببدايه الحلقه رح يكون موجود فيها نقيب المستشفيات، نقيبه الممرضين والممرضات، وايضا الصليب الاحمر، وهلا بنشوف اذا بعد في حدا. فاصل قصير وبنرجع. عودة لكم المشاهدين والى هذه الحلقة مع ضيفي استاذ وسيم بزه، بدي ارجع ارحب فيك. كنا عم نحكي بجلسة مجلس الوزراء يلي هي ستنعقد في بعبدا اليوم يوم الاحد الساعة 3 استثنائيا، وطبعا الكل اليوم ينتظر شو رح يكون قرار الحكومة، اذا كانت ستعلن حالة طوارئ كيف ستكون هذه الحالة، على اي شاكلة، هل سيشارك الجيش، من سيقفل من لن يقفل، الناس ما معها مصاري، في ناس ما معها مصاري تروح تتمون على جمعتين، هل الدكاكين والسوبر ماركت رح يضلوا فاتحين، كل هذه الاسئلة رح نطرحها نحن وياك. بس قبل جريس مخايل زميلتنا هي موجودة ببعبدا لتطلعنا على أجواء القصر قبل هذه يعني قبل الجلسة. جريس صباح الخير، يعطيكي ألف عافية. الله يعافيك جوزيفين. ما في صوت أكيد، زميلنا فرانسوا عم بيقولوا لي ما في صوت. مش الحال مش الحال. أوكي مش الحال. وأنا إلى جانب جوزيفين الى جانب قبل جلسه مجلس الوزراء، تفضلي. نعم، في اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى قبل جلسه مجلس الوزراء الساعه 1:30، سوف يجتمع مجلس الدفاع الاعلى برئاسه رئيس الجمهوريه العماد بشلعون، طبعا اجتماع جدا استثنائي نهار الاحد، حتى ياخذ بعض القرارات التي من المفترض ان يعني يتبناها مجلس الوزراء، وتقر في جلسه مجلس الوزراء ايضا الاستثنائيه التي يترأسها رئيس الجمهوريه في القصر الجمهوري، والتي يعني ممكن ان تسمى حال من الطوارئ الصحيه، لانه جوزيفين بالقانون ما في شيء اسمه حال طوارئ صحيه، ولكن هذه الاجراءات التي سوف تتخذ في مجلس الدفاع الاعلى والتي سوف يتبناها مجلس الوزراء ويقر في جلسته الاستثنائيه، من الممكن ان تكون نوع من حال الطوارئ الصحيه. حسب ما علمت الاو تي في سوف يكون هناك اقفال للمرافق العامه، الأعمال الشغل يلي كل المواطنين بيروحوا عليه، الأعمال الخاصة حتى لمدة 15 يوم، في البداية سوف تكون المدة 15 يوم، ومن بعدها سوف ينظر إلى هل من الممكن أن يكون هناك إضافة، تمديد إضافة لهذه المهلة لمهلة الإقفال. أما فيما يتعلق بمن يمكن أن يعوض على المواطنين، خصوصا أنه في ناس بتشتغل يومية، في ناس إذا ما راحت على الشغل ممكن أنه ما تاكل بآخر النهار، يعني حسب ما علمنا
انه ومن مصادر وزاريه اكدت هذه المصادر للاو تي في انه من الممكن ايضا ان يكون هناك اجراءات ولكن لم تحدد نوعها متعلقه بالتعويض نوعا ما على المواطنين بطريقه ما، ولكن تحفظت وقالت هذه الامور سوف تناقش في جلسه مجلس الوزراء. طبعا جوزفين هناك استثناءات لهذا الاقفال لهذه الحال الطوارئ الصحيه التي سوف يعلنها مجلس الوزراء الثالثة بعد الظهر في جلسته. الجيش القوى الأمنية سوف تستثنى، الإعلاميين من المفترض أن يكونوا أيضا استثناء، وطبعا الصيدليات والطواقم الطبية. جوزفين أريد أن أشير لأنه بحسب معلومات الأو تي في فأنه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون دعا نقيب الأطباء ونقيب المستشفيات ونقيبة الممرضات ومدير الصليب الأحمر للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء الثالث بعد الظهر، وذلك طبعا لمناقشة كل هذه الإجراءات التي سوف تتخذ. ولكن أيضا أريد أن أشير جوزفين إلى أنه وكما بيت معلوم رئيس الجمهورية وجه رسالة وكلمة إلى اللبنانيين تنقل مباشرة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وبحسب ما علمنا فأنه رئيس الجمهورية سوف يثني على الإجراءات التي يتخذها اللبنانيون ويتخذها الشعب اللبناني وعلى الوعي الذي يتحلى به، ويطلب منه مزيدا من الوعي ومزيدا من الإجراءات لمؤازرة الدولة بالإجراءات التي سوف تتخذها. وطبعا يعني سوف تكون هذه الكلمة ومزيد من المعلومات عنا بعد قليل. جوزفين هذه هي الأجواء من قصر بعبدة، نحن طبعا بانتظار الوحدة والنص حتى ينعقد مجلس الدفاع الأعلى، وطبعا سوف يكون هناك سلسلة من المقررات نطلعكم عليها. جوزفين. نعم نعم، شكرا لك جريس زميلتنا جريس، يعطيك ألف عافية. طبعا رح نرجع لك عند ورود أي جديد. شو رأيك اليوم شو رح يطلع عن مجلس الوزراء؟ يعني دائما في شيء اسمه قائد بتحدي مع عدو خطير بهالمستوى، القائد هي الدولة وكلهم مسلمين رغم كل الانتقاد الشزر وغير المسؤول اللي عم بيصير على حواف المواجهة، كلهم مسلمين انه الدولة هي المسؤولة، وهيدا انا برأيي عنصر قوة الدولة بامس الحاجة له لتثبت قدرتها امام هذا التحدي. اولا في مجموعة اجتماعات، واضح تماما انه نحن امام اقفال للحدود البرية يمكن اعتبارا من بكرة، ورح يعطوا انذار اليوم بالجلسة للمطار 4 ايام يعني للخميس، لحتى اللبناني اللي برا اللي بدهم يرجعوا يمكن نسكر المطار بظل حالة طوارئ صحية. بعد لحظة هن مش عطشوا قالوا انه في البلا بدهم يعطوا بعد مهلة 4 ايام نهائية لأي دول؟ لكل لبناني موجود وحابب يجي على البلد قبل فترة الإقفال. نعم. هيدا بالمعيار الحركي، يعني كل واحد بيظبط ظروفه قبل ما يعلنوا إقفال المطار بشكل نهائي، وبالتالي هذه الإجراءات كلها عم بتجرب تخدم هدف أساسي هو عزل الناس، لأنه التجربة اللي استفدنا منها من فترة انتشار يعني بروز المرض لهلا تبين أنه الصينيين كانوا رائدين بهزيمة المرض اتكاء على شغلة بسيطة متاحة عند الجميع وهي الالتزام، هي القاعدة الأساسية للنصر اللي اعتمد طبعا الحيوية القدرة الحضور المتابعة حصر الأمر. هودي نحن مثلا تصوري أنه في بضيعة بالجنوب مبارح جوزيفين أي ملاحظة توفت مرة من عيلة مرموقة ببلد اسمه كفر ملكي، دغري وزعوا على التليفون أنه جنازة محدودة العدد لأبنائها فقط والتعازي شاكرينكم بقراءة الفاتحة عن روحها. هيدا دليل أنه دخلنا بمرحلة من الالتزام صارت عم بتصير إيجابية جداً، وكل التفلت اللي كان عم بصير بالبلد يمكن كان سببه الأساسي عدم إدراك لطبيعة التحدي اللي عم بتواجهه الناس، ووقع مقام فيه سماحة السيد بإطلالته بهذا المعنى وقع مهم جدا وأساسي. لذلك الاجتماعات للاختصاصيين اليوم واضح أنه مجلس الدفاع الأعلى بده ياخذ قرارات أوتوماتيكيا مجلس الوزراء رح يتبنيها، وبالتالي اليوم كل المنظومة
الوطنية على مستوى الدولة راح تظهر آليات المواجهة بالأسبوعين القادمين. أوكي، راح تنعلن حالة طوارئ وأنه أنا برأيي مش بمعنى منع تجول حتى ما تفهم النظرات، ولا بمعنى الجيش أنه راح ينزل على الشوارع إذا بيشوفك رايحة على صيدلية بعقبك. لا، حالة طوارئ إلى علاقة بانضباط مؤسساتي. شو يعني راح تسكر مثلا المؤسسات العامة ولا لا؟ أكيد، بس راح يعطوا الإدارات العامة راح تسكر، راح تسكر أسبوعين الإدارات العامة أكيد. يعني الوزارات، يعني يبطل في دوائر عامة عم تشتغل ولا موظفين عم ينزلوا على الشغل. أوكي، الشركات الخاصة هل ستلزم أنا برأيي ستلزم بالعمل داخل المنازل يلي بيقدر يشتغل، كل واحد قادر يشتغل من بيته بس مشمول من بالإخفاء. سيستثنى، هل ستستثنى السوبر ماركت، والصيدليات، والمستشفيات، والمستشفيات طبيعي، والإعلاميين. يعني نحن وياكم مستثنيين، انتم اعلاميين ونحن صيد. نعم. هيك بقلب هاي الصوره بتصير قدره الضبط اكبر بكثير، اشعار الناس بالمسؤوليه عم بيوفر عنصر اضافي، وايام الدوله بدوره لكل يوم عم يشتموها ألف مره، انا برايي عم بيكون على احسن وجه ممكن. اوكي، على سيره انه كل يوم عم يشتموا الدوله، بدي اقرا شويه تعليقات بدي اجاوب عليهم. انبرى لسان عالم تترجى الحكومة بالرغم من عدم ثقتهم فيها بتحمل المسؤولية وإغلاق المطار، ولكن السيد وزير الصحة طمأنهم وقال لا داعي للهلع. في حدا هلأ عم بيقول لي أنه أنا إعلام مضلل، جايين نقارن حالنا بأوروبا، عندكم نظام صحي مثلهم، وعلى فرض ليه ما أخذت الحكومة تدابير عند اكتشاف أول حالة، ليه ما وقفت رحلاتها مع الدول الموبوءة، يعني دولة موبوءة مثل إيران معقول نستقبل حوالي 1000 إيراني خلال أسبوع دون الكشف عليهم. يعني أنا برأيي أنا شغلتي هلأ عم بنقلكم، يعني حتى لو عم بتقولوا أنه إعلام مضلل وهيك، أنا سهل أن تطرح وجهات نظر على مواقع الطوارئ. في 1000 إيراني فاتوا على البلد؟ أبدا، ما إلى أساس ولا إلى صحة. في محاولة لوضع إيران وكأنها هي الكورونا، وكأنها هي الكورونا. ليش ما تم إغلاق المطار؟ ليش ما تم إذا بدك وقف الرحلات مع الدول مش بس إيران؟ تأخرت الدولة اللي أعلن وقف هلا الرحلات. نحن بموقع المنتقد، مش عم بحكي عن إيران، إيران غير إيران. سهل إنه نقدر إذا الدولة تأخرت أو ما تأخرت، لأنه نحن قاعدين ماسكين التليفون وعم نعمل تعليقات وهك بنقدر القصة عن بعيد، ويمكن حقنا من موقعنا، بس كمان الدولة من موقعها هي حق تقدر الظروف والمعطيات لبنديها التي توجب متى وكيف وأين يتم اتخاذ قرار بهذه الأهمية، وبالتالي الموجبات لما تصبح حاكمة يتخذ القرار، إما أني أثق بهذه الدولة أو لا أثق. المسألة هون جوزيف. أمر تاني مهم بدي لك إياه، جدا جدا مهم، أنه مسألة محاولة وضع إيران بهذه الصورة العدائية من قبل محطات، برامج، تلفزيونات، جرايد، كتاب، بس ليش مواقع تواصل، بس معلش له هدف وظيفي. بس ليه ما ايران هلا عندها نسبه اصابات هائله يا استاذ وسيم، وبغض النظر اذا كان عندنا موقف سياسي منها او لا، المنطق الصحي يقول بقطع الطيران مع ايران. لحظه ايه هون، بغض النظر عن خلينا نتفق على ثلاث شغلات، مثل ايطاليا انتبه يعني خلينا نتفق على ثلاث شغلات. تصوري انه اولا يعني مساله انه نقطع، هيدي معك حق فيها لما بتقرر الدولة تقطع، ما اصلا لهني عم بيروحوا ويجوا على ايران. انا بدي اكشف لك معلومة انه في 1200 بنطالب على حوزة علمية بايران، وبين طلاب بجامعة ايران بدون اعلان رسمي تم احضارهم الى دولة مجاورة وليس الى بيروت، بقيوا بهذه الدولة المجاورة بحجر لمدة أسبوعين اللي هو فترة الكمون سوريا لهذا الفيروس، قبل ما يطلع، أنه إجوا من إيران إلى سوريا، وبعد أن انتهت فترة الكمون وتبين أنهم غير مصابين سمح لهم بالعودة. هذا أمر عبر وين؟ عبر الجو، وإجوا إلى دولة مجاورة وأخرى. هيدا دليل قديش في حرص
من أصحاب الشأن المتهمين على المستوى الحزبي وعلى المستوى الرسمي. أنا عم بجرب أثبت لك أنه المسألة كلها هي عنزي ولو طارت، هو أنه أنا مقرر مسبقاً استخدم هذا الحدث للنيل من إيران. خلينا هون بس نعمل ملاحظة أنه اللبنانيين يلي موجودين حتى لو كانوا في دول موبوءة من واجب الدولة اللبنانية أن تستقبلهم وتؤمن لهم كمان العلاج. هيك عم بتساعديني إيه أنا بالخطاب المنطقي لنرد على تساؤلات الناس. من إيران، من إيران، من الصين، من تعرفي بس بوريس جونسون شو عمل إيطاليا. يعني أنا كلبنانية في حال أنا كنت بإيطاليا فواجب دولتي أنه أنا تستقبلني حتى لو كنت جاي من دولة موبوءة وتعالجني. يعني صحيح. لا يمكن تعرف بوريس بالخارج. بوريس جونسون والانجليز هلا عم يحكوا قالوا لك انه امكانات لبنان لا تقارن بامكانات الاخرين. انا بدي اقول لهم للي عم بيقولوا هيك انه كل الاخرين كائنا من كانوا أصيبوا بأزمات أمام الكورونا وتبين أنه ما عندهم قدرات كافية، لأنه المسألة ما إلى علاقة بالإمكانات، إلى علاقة بعدم التوقع. حدا كان بيتوقع أنه 800 جهاز تنفس بلبنان منهم كافيين لأنه بده يجي كورونا؟ يعني معلاه في منطق. حدا كان متوقع أنه غرف العناية الفائقة اللي بيوصلوا 1000 سرير ما بيكفوا لحتى يكون في لأجل كورونا؟ قلت لك قبل شوي بوريس جونسون، انت عرفت الانجليز نحو اي نظريه ذهبوا؟ ذهبوا نحو نظريه القطيع، انه ما بدهم يحجروا على شعبهم ولا بدهم يحاربوا الوباء، بدهم يتركوا الناس تتصاوب فيه لحتى تتكون الاضداد المضاده بالدم، وبالتالي الاكثريه تنجو لانه اصبح لديها مناعه، واللي ما لديه مناعه وكبير بالعمر او مريض بكون الله كتب له اخرته وراح. وطلع بهذه القسوه رئيس وزراء بريطانيا يقول لشعبه قسوه وجراه انه يقول لهم نحن بدنا نفقد كثير احبه هيدي لو بتصير ببلد مثل لبنان شو بيعملوا برئيس الحكومه؟ بخصوصا اذا هالقد كانت النوايا مسلحه بخناجر وبسكاكين. مش مقبوله. ها شفتي كيف؟ انسانيا مش مقبوله. شفتي انا عم بعطيك مثلا طيب. هلا عم نبين مثلا انه عنده مشكله بالرويه، ما بقبل حدا يجي اللي هيك انه انت ممكن تخسر بيك من ورا وبقى. لا هو ما حدد حتى نحن ما يعني هو قال ستخسر نظريه القطيع شو هي؟ انه العالم تتصاب تتمنع ذاتيا بسرعة عندها انتي كور بجسمها وبالتالي خلص هيك بيهزم، واللي ما عنده المناعة المطلوبة بيكون راح بالطريق. لا مش ماشي الحال مع النظرية. انسانيا مش ماشي الحال. طيب خلينا نرجع ان يعني هلا رح ننطر زميلتنا جريس مخايل اجتماع قصر بعبدة وبعدها جلسة مجلس الوزراء. بدي انتقل لشوي الحال الاقتصادي. طبعا الكورونا رح يأثر جديا وسلبيا على الوضع الاقتصادي في العالم وفي لبنان بطبيعة الحال. كنا بلشنا نحكي عن هذا الموضوع. بدي انتقل شوي هلأ لا ما قبل الكورونا، ولأنه هو وضع مستمر عنا نحن أزمة اقتصادية. نحن لبنان تخلف عن الدفع في 9 من آذار 1.2 مليار دولار وطلب من الدول المانحة أو الجهات المدينة أنه إجراء مفاوضات. وهذا وين صرنا بهذا الموضوع؟ وين صارت خطة الأزمة الطوارئ يلي ناطرينا؟ يعني ما بعرف إذا أجل الكورونا وقفها، بس هي أصلا كانت مأخرة. يعني كنا ناطرينا صرنا جمعتين ثلاثة وما كان عم يبين شيء. كانوا بحالهم ومش عم يعرفوا يطلعوا. هلأ شو صار؟ أنا يعني هون رح أفصح لك عن شوية معطيات مش بس مني أنا، يعني وقائع الخارج اللي نحن يعني ما بدنا نتعاطى معه على وقع الشروط المطلوبة مقسم لثلاث أقسام. في خارج حاسم أمره ما بده يساعدنا وبده يستمر بالحجر علينا ماليا واقتصاديا بحثا عن أثمان سياسية أي بالمعلومات. هذا الخارج يقوده الولايات المتحدة والسعودية وبعض الدول صاحبة الأموال في المنطقة العربية. قصدك عبر صندوق النقد؟ لا هودي عم قسم لك أول اسم. أوكي. هيدا الاسم وهون بعطيكي مثلين مهم انه نستفيد منهم لتشوفي انه هيدا الخارج اللي بتقوده امريكا وبعض دول الخليج هو صاحب الامكانات السحرية لتوفير المال المطلوب، وهو الذي يساهم الان بالحجر المالي على لبنان. هيدا الخارج لما الرئيس الحريري راح بزيارته الاخيرة لما كان رئيس بالحكومة المستقيلة اللي قبلها
على الإمارات وعمل لقاء جيد جدا مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، تلقى وعد جدي من ولي العهد الإماراتي أنه هو بده يحط وديعة تتجاوز المليار دولار بمصرف لبنان. ما كان بعده الرئيس الحريري وصل عطيارته بمطار الإمارات وبده يرجع، إجا الأمر للإماراتيين وأبلغ به هو بالطيارة أنه هذا الموضوع انساه، تم غض النظر عنه. بالمناسبة كثيرين من اللي كانوا موجودين بالوفد سمعوا وتأكدوا أنه كان في قرار بالمساعدة المالية من الإمارات. من الإمارات. شغلة تانية بدي أحكي لك إياها من الذاكرة لإثبت لك لشهيد الطرف الأول هو المفتاح. باليوم السادس لحرب تموز 2006 والولايات المتحدة كانت تعتقد أنها ستجهز على حزب الله بالأسبوع الأول هي والعدو الإسرائيلي، وأنه المطلوب حمل الواقع المالي الاقتصادي ربطا بالهزيمة العسكرية، بيجي وفد أمريكاني من 3 أشخاص على مصرف لبنان بعد 6 أيام من الحرب الساعة 9 الصبح بموعد مع الحاكم الحالي رياض سلامي، بيسألوا ما هو مطلوب ماليا للبنان حتى ما ينهار بوقع الحرب المسلطة عليه. قال لهم أنا بحاجة لـ2,350,000,000 دولار. الموعد كان 9 الصبح، الساعة 4 العصر كانت فتحت أمريكا على فرق الوقت، بيجي اتصال من المملكة العربية السعودية لحاكم مصرف لبنان، إجراءات وضع الـ2,350,000,000 بتصرف لبنان قد بدأت وإنه 2-3 أيام بيكونوا بالحساب. هاي معلومة أصحاب الشأن اللي عم يسمعونا يعرفونها حق المعرفة. هيدي أول جهة من الثلاثة ما بدها هلأ تعطي لبنان وتطرح عليه المقابل السياسي، صفقة القرن، النفط والغاز، المقاومة ودورة الصواريخ الدقيقة، عناوين. في فئة تانية بقودوها الإنجليز بيقولوا إنه لا، هيدا حسان دياب نحن مجربينه، اشتغل معنا 10 سنين، في إمكانية للأخذ والعطى معه، بس بالأول لازم يعمل الإصلاحات المطلوبة منه حتى نقدر نحكي معه ونبني على تجربة إيجابية. في الفئة الثالثة اللي هي الفرنساوية. الفرنساوية جدياً كانوا ناويين يساعدوا لبنان ولا زالوا، وينظروا إليه كابن لهم وليس كابن لقيط مثل ما بينظروا له الآخرين. كابن لهم ولا كأنه خطر عليهم بسبب أنه قربوا من أوروبا؟ هلأ بمنطق المصلحة في أسباب كتيرة بتخليهم ما يخلوه ينهار. نعم. لكن بين الرغبة والقدرة عند فرنسا ما عم تقدر تترجم هاي الرغبة إلى قدرة، لأنه في استاذ كبير قائد القصة كده هو الأمريكاني. هودي كلهم قلت لك ياهم لجاوبك على سؤالك أنا. بالمناسبة الحكومة اللبنانية طلبت استشارة من وزارة الإعلام الفرنسية حول كيفية مخاطبة الناس والجمهور خلال الأزمات، وبعتقد أنه قدموا له النصائح حول أسلوب إدارة الخطاب الرسمي بظل وقع هكذا أزمات عم بعيشها البلد. لأوصل للسؤال، صندوق النقد هو جزئين، جزء له علاقة بأنه نحن عم نستشير مؤسسة دولية معنية قائم مفهومة على التوحش المالي، على منطق رأس المال الجبان اللي ما بيتوظف إذا ما في ربح، الذي لا يعرف القلب والعواطف والمشاعر، والذي لا يميز بين الفقير وبين الغني، وبقص على مستوى واحد، بالعكس بيركز على الفقراء وعلى محدودي الدخل بالتجارب اللي صارت بالعالم. أدي هذه المعلومة دقيقة، لأنه في برامج عن صندوق النقد والدول هي التي تختار أي برنامج. أنا رح أوضح لك من خلال البرامج، مهم اللي عم بتقولي، رح أثبت لك الدقة. أنا بروتوكولات العلاج بالسرطان يعني من هون وبعيد معروفين 4-5 حالات، كل حالة إلى 3-4 بروتوكولات. الحكيم المعالج بيسحب بروتوكول يرتقي ويقدر أنه مناسب لوضع هذه الحالة وبيجربه هيك بهالبساطة بكل أسف. يعني هيدا الوصفات الموجودة عند صندوق النقد، هني 4-5 وصفات. نعم. تبعا لكل حالة بيسحبوا لنا انتو وضعكم هيك، بكن هاي الحالة بكن تتبقوها تطبيق دقيق. اوكي، أدى في حديث عن انه البرنامج الذي يفرض ضرائب على اللبنانيين هو برنامج غير قابل للتطبيق في لبنان ولا يدخل ضمن وصفات صندوق النقد الدولي على لبنان. عظيم،
يعني اليوم الحديث مظبوط معك حق، هو انه هيدا صندوق مالي بزنس، يعني شغل، انه مش رح يجي يكون كاريتاس، انه ما رح يكون بده يشتغل، ولكن عنده برامج. في حديث هلا رد في الكواليس، وحسب الله دخل في هذا الحديث. انا عم بسألك انه اذا قد ايه هذا الشيء صح. انا بالبدايه كان في انطباع عن صندوق النقد انه هو متوحش، يدخل مباشره الى جيوب الفقراء، ولديه هذا البرنامج القائم على الضرائب انه بده ينافسه في لبنان. لاحقا كان في حديث انه لا، هذا صندوق النقد عنده عده برامج، صح. واحد منها هي الضرائب على الفقراء التي يمكن لبنان ان لا ياخذها ولا يوافق عليها، وبالتالي يلتزم ببرامج اخرى. لكن كيف رح جاوبك؟ سمحت السيد إيه؟ حسن نصر الله باخر اطلاله لإله، صح، اذا لاحظت ربطا جوزيفين باخر اطلاله، اخر اطلاله لإله كان اكثر مرونه بالضبط بالكلام اللي قاله عن صندوق ليه؟ النقد. انا رح اقول لك ليه، لثلاث اسباب. اول سبب انه يمكن بعض المسؤولين من الحزب قبل اطلاله السيد كانوا اعطوا انطباع وكانه في موقف مسبق غير قابل للنقاش وللجدل، انه رفضا لصندوق النقد بالمطلق، انه صح. صندوق نقد يعني لا، نعم. وهيدا السيد برايي انا طوروا باطلالته باتجاه ايجابي، بس باي معنى؟ اول شيء نحن عم ننفتح لاقصى الحد لمحاوله تامين ظروف مساعده للبنان. اثنين، لا شروط مسبقة على أحد. ثلاثة، المسألة إلى علاقة بالحوار وبالشروط التي ستوضع، نعم، علينا، وبالتالي يمكن لبنان أن يرفض أو أن يقبل حسب، صح، تقديره لمصلحته. صح. هي الفكرة الأساسية بالضبط، يعني وبالتالي هيدا الحديث عن أنه صندوق النقد جاي ياخد 5000 ليرة من البنزين، هلا أخذوها يعني، بس أنه صح غيره صحيح، أنه 15% TVA وإلى ما هنالك، يمكن أنه لبنان أن يرفضه. أنا برأيي يعني مسألة هي الشروط القاسية الخمسة اللي عم ينحكى فيها في شيء منها مستحيل. TVA 15% بتعمل زلزال بالبلد، بتعمل 17 تشرين ضرب 2 TVA. لكن المشكل انه الغرب والامريكاني عم بيتعاطى مع مسألة صندوق النقد كأنها كلمة سر. كلهم متفقين، عرب اصدقاء، امريكا، اوروبا، روحوا لعند صندوق النقد. طيب هيدا الكوريدور الاحادي اللي عم بينوضع امامنا بخلينا نطرح علامات استفهام، لماذا الاجماع على وضعنا بهذا الكوريدور؟ لانه ما بقى في ثقه بلبنان، بركي هيدي ما بقى في ثقه بالسلطات اللبنانيه. بس انا بدي اطرح اسباب ثانيه، بلكي هاي الاجراءات القاسيه اذا البسنا اياها بهذا الشكل، الوصف اللي كنا عم نحكي عنه TVA 15%، ما يمكن لبنان ان يرفض تحقيق تحرير يعني تحرير سعر الدولار، ما هو هلا عم بدفعونا 5000 على البنزين، أيه، تصغير القطاع العام، يعني ابصر كم الف صح موظف بده يروح على بيوته، مس بمعاشات التقاعد، صح، هول يمكن نحن عم ندفع اليهم دفعا. ليش؟ إذا كانت أول حركة صارت بالبلد كان اسمها حركة الوجع، بنقلب بهالثلاث أحرف جوزيفين وبنحول الوجع لجوع. فإذا مطلوب أن ندفع إلى ثورة جوع المرة بناء على إلزامنا بهذا القرار، هون ساعتها نحن بدنا نستبين الغث من السمين، بنشوف إذا عندنا مصلحة نروح، والله عندنا خيارات أخرى. لاحظي شغلي بعد، سمحت السيد كان مهم جداً بكلامه وخطابه للمصارف، نعم، هيدا لازم نوقف عنده. ليش؟ لأنه المصارف كما كانت شريك بالفترة الذهبية اللي كانت الدولارات فيها بلبنان عم بتنوفر على لبنان وعلى محيطه، الآن بفترة الفقر وإنتوا ربحتوا وراكمتوا، دوركم الطبيعي أن تكونوا شركاء. وانتبهي، بالعالم كله بتعرفي قديه ضخ الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بظل الأزمة الحالية؟ 1.5 تريليون دولار بالمؤسسات والبنوك والشركات، عم يطبعوا انطبعوا يمكن يوصلهم لأربعة تريليون إذا دعت الحاجة. هاي دول العالم، وبالتالي مش عيبة إنه القطاع المصرفي يوقف موقف إنساني وأخلاقي ووطني ومصلحي. ليش؟ لأنه هن سيكونوا الضحية الأولى لسقوط النظام اللبناني. هن 62 مصرف رح يعملون 17 جوزيفي، يعني في دمج وشي بفللوه بيعطوه مال وكذا وغيره. لكن في شيء اخطر هون، انه نحن دورنا الوظيفي التاريخي لاقتصادنا ولبلدنا كانت المصارف عنصر مركزي فيه.
المصارف شو عملت بخسارتها لثقة الناس؟ مش قوسها بالفرد على إجرة، قوسها بالفرد على راسها وهي بكومة هلأ. لذلك حتى يعود هذا القطاع إلى الحياة وياخذ دوره ويستعيد ثقة الناس لازم يعمل خطوات فيها روح المبادرة وروح التضحية وأن يقف وطنيا جنب الدولة بهذه الأزمة. طيب خليني أقول بس أنه لهلأ وزارة الصحة طلعت بيانة 99 إصابة بفيروس الكورونا في لبنان، العدد فإذا مش 110 مثل ما قالوا امبارح. لا هلا وزارة الصحة بتقول 99. وكمان في مسؤول إيراني على تويتر كتب إنه وفيات إيران من فيروس الكورونا تصل إلى 724 حالة. طيب بعيدا عن برامج صندوق النقد وما يمكن للبنان أن يستعين به أن يوافق عليه وما يمكن له أن يرفضه من برامج صندوق النقد التي في حال وصلنا إليه نطرحها اليوم، اللبنانيين قبل ما نوصل لصندوق النقد هذه الحكومة وقبل ما نوصل للعوامل اللي قلت لي عنها انه الاماراتيين والبريطانيين والامريكيين والفرنسيين، قبل ما نوصل لهول المساعدات وصندوق النقد، في عامل داخلي صح. ماذا يفعلون في الداخل؟ ماذا يفعلون من اصلاحات في الداخل؟ صار لنا طلع الشعر على لساننا مثل ما بيقولوا. صرنا قولي كنت عم تقولي صرنا. صرنا عم اقول لك شي شهر لا الى الحكومه. لا لا انا قصدي مع هي اتت هذه الحكومه على خلفيه ماذا؟ على خلفيه قيامها بالاصلاحات. صح صح. وهي مش انه هلا بدنا نكتشف ما هي الاصلاحات، ما الاصلاحات معروفه، مش انه جايين هلا يفتشوا وين شو بدهم يعملوا، ما هي الوصفه معروفه للخروج من هذه الازمه. شو عملوا هن باللي مطلوب منهم؟ وين صاروا؟ رح اعطيك مثلا، اللبنانيين اليوم بحذرون من ارتفاع سعر صفد وتحرير الليرة، ايه، وهن اصلا هلا مش عم يحصلوا على الدولار، واذا بدهم يروحوا بيشتروا ب 2500، وهو تحرر يعني بالنسبة للبناني مثلي ومثلك ومثل حي الله حدا، انا بالنسبة لي هلا تحرر سعر صفد هو الليرة. بطريقة غير مباشرة عودونا، كنا عم نحكي عن التعاون. الطعم. طيب عال ماذا فعلوا حتى اليوم؟ لدرجة انه عمل الصيارفي واضح انه اليوم في مثل اتفاق ضمني او قبول ضمني اذا بدي اقول بانه هالقد يدفع لسعر صرف السوق يعني حتى يدفع ثمنه اللبناني بطريقه او باخرى. للأسف ماذا فعلت؟ اللي عم تحكي بموضوع السيار في جزء منه صحيح بكل اسف. في مافيا ركبت بالبلد على وقع الازمه من لما خلقت، وبتعرفي نحن شاطرين بانه نركب مافيات بسرعه على ضفاف الازمات ونأمن ثروات وإيرادات من هذا الواقع المافيوي بسرعة. صحيح أنه هالقد السيار في تواطؤ بينهم وبين البنوك ويمكن بعض من المواقع الرسمية بإدارة السوق السوداء اللي عم تحكي عنها، وهي السوق السوداء هالقد عم تأذي المواطن وعم بتشلحه اخر ما يملكوا من دولارات. بتعرفي ليه؟ لانه اصلا الدولار عم بيروح لعند الصراف وان واي، بفوت لعند الصراف بعش يطلع. ليش؟ لانه اصلا لما بتقولي له بيعني بتقولي له قد ايش السعر، بيقول لك 2500، بتقولي له بيعني بيقول لك ما عندي، وبالتالي هاي الدولارات المخبيه المسكين اللي عم يضطر يشيلها من بيته ليروح يصرفها لياكل ما عم يجي بداله عاد لعنده. هيدي ملاحظه اولى. الملاحظه الثانيه انه الحكومة فعلا لحد هلا هون انا بطلت بموقع المدافع اللي كنت معك بالاول وقت الكورونا، هلا بدنا نصير اكثر قسوة بالايجابي حتى تشوفي قديش عم نكون حريصين. نعم. على المقاربة المنطقية. هن مطلوب منهم الان انهم يقدموا ما يسمى بخطة انقاذ. نعم. وهذه الخطة الانقاذ الموعودة بعدهم عم بيقلبوا فيها، إلهم شهر بيقدموا وبيتراجعوا بيعملوا اجتماعات ولجان وفوق اللجان لجان، لكن حتى الآن ما وصلنا إلى الترياق. الناس بدها نتيجة. هاي الخطة شو إلى أهمية إذا صارت إن شاء الله؟ إلى أهمية أول شيء ترتيب الأولويات، القدرة على تنفيذ كل عنوان يوضع في إطار هذه الخطة، تأمين ما هو مطلوب من قرارات داخلية إلى علاقة فينا، مش فلوس، قرارات يعني فينا نأخذ قرارات، شراكة بين الحكومة ومجلس النواب والمصارف والقضاء لحتى يعني مثلا هني عم بيفكروا قد ايه بدهم ينزلوا الدين، 30 35 50، وبالتالي مقابل هذا التنزيل للدين الاقتطاع كيف بده يكون، والأهم
المطلوب هو العدالة وليس المساواة. انتبهي، لأنه لما عم بتقولي مساواة بموضوع الهيركات يعني حطيت الفقير والغني مع بعضهم، صح. بينما مطلوب العدالة وليس المساواة، صح. العدالة هي أنك أنت بتقري ظرف كل شريحة من هذه الشرائح وعلى أساسها بتتعاملي مع الودائع. لما هاي الخطة المتكاملة على كافة الصعد يفترض إنها تكون على طاولتنا، وإجا الكورونا لهاون هلا وخليهم يغذوا نفس بالضغط اللي تفضلتي فيه بسؤالك، وهي حقيقة الآن في استغفار أحادي عمودي عشان الكورونا. نعم. على هالأساس يفترض إنه هيدي تكون أول رسالة للخارج لحتى نشوف كيف بدنا نبلش بخريطة طريق حقيقية لإمكانية إما إدارة الانهيار بالحد الأدنى أو وضع البلد على أول نقطة ضوء في هذا النفق المظلم. ما تنسي أنه حاكم مصرف لبنان اللي هو على مدى سنوات اشترى وقت بالهندسة المالية بكل العمليات اللي عملها، كان عارف هو لوين نحن واصلين، لكن كان عم يشتري وقت. ربطا بماذا عم يشتري وقت؟ يبدو أنه مسألة حزيران كشهر مفصلي، هلأ فات الكورونا يمكن يخربط المواعيد. نعم. ليش حزيران؟ لأنه لبنان قد يعلن لأول مرة أنه تحول إلى بلد نفطي غازي، والوقع النفسي في حال اكتشفوا. أنا ليش عم بفترض أنه رح يكتشفوا؟ عم بفترض لأنه إذا بتاخذي بيئة شرق المتوسط كلها، كيان العدو اللي هو على حدودنا، سوريا والدراسات اللي عملتها اللي هي على حدودنا، قبرص اللي هي على مرمى حجر، ومصر بحقل زهر الأسطوري اللي كشفته. يعني هذه الطبيعة البحرية لشرق المتوسط واعدة. تصوري أنا صديق لإلي معني بقطاع النفط كان عم يحضر مؤتمر لشركة سبيكتروم بلندن بال2013، طلع المسؤول تبع الشركة هو عم يعمل لهم الشرح، أشر على شواطئ لبنان، قال لهم هذا نيو قطر. نيو قطر، استعمل هذا التعبير. هيدا دليل انه نحن يمكن يكون في بإيدنا كثير من أمراق القوة. مش مطلوب ان نصاب باليأس، ان نكون مؤمنين باننا نحن جديرين ان نخوض هذا التحدي وانه نربحه. شرط الا نكون عدميين بانتقاداتنا. أنا مع الانتقاد الموضوعي، مع الهجوم الذي يصوب، وليس على الهجوم على النوايا أو الهجوم العدمي الذي يريد الهجوم لمجرد الهجوم. نعم. طيب. أوكي. بس بناء على هذا الموضوع مش عم نهجم لمجرد الهجوم. لا أنا مش عم بقصدك إلي. أنا عم بقصد المنطق الموجود بقوة بالبلد. أوكي. اليوم هل في قرارات على الطريق يعمل لها من أجل ضبط على الأقل الخروقات الكبيرة يلي عم نشهدها في لبنان ويلي عم بتطال جيبة المواطن بشكل مباشر؟ من الدولار، تعميم مصرف لبنان يلي طلع من حوالي أسبوع كان تسلاي ما عم يقدروا يثبتوا ولا أي فعالية. هلأ امبارح كان لافت جدا في مؤسسة لبنانية للإرسال بعتت خبر أنه الجيش قام ببعض الدوريات على محلات الصيرفة، كانت معلومات خاصة ما بعرف قديش صحيحة، عمل دوريات وهو قال يعني مثل أقفل أو ألقى أو وقف عدد من الصيارفية اللي هن عم بيخالفوا تعميم مصرف لبنان. إلى أي مدى؟ أنا راح أول شيء هيدي المعلومة أنا بستبعدها، لأنه أول شيء هذه منا بنطاق عمل الجيش. حتى الجيش يقوم فيها بده تكليف رسمي له علاقة بآليات عمل. واحد. اثنين، ما بيتخبى هالخبر. يعني إذا مش غلطانة هيك سمعنا هيك قرينا. هك خبر ما بيتخبى. ثلاثة، أنا برأيي الأزمة مش بإنه نعمل دوريات ونطبق. الأزمة السؤال هو التالي: إلى أي مدى سيستمر وجود سعري صرف للدولار الأمريكي بالبلد؟ لأنه هيدا هو المعالج الأساسي، مش الدوريات واعتقال الصرافين. إذا بدكم تعملوا سعر صرف موحد للدولار، نعم، اتفقوا، يعني وصلتوا لل 2500 وهو كان 1500، كأنه عم بيجربوا يقنعونا انه بين ال 1005 وال 2005 بصير ال 2000 رقم مقبول على الناس. طيب، بس المهم انه اوجدوا بالاول قواعد ثابته
لمعالجة هذه الأزمة قبل ما نروح على التطبيق على الصرافين وعلى المافيات وعلى الفوضى بالشارع، لأنه الفوضى عم تستفيد من أساس نحن أوجدناه. وبالتالي هون مسألة حسم التعاطي بسعر الدولار مطلوبة بظل الخطة، وعم ينقال أنه الخطة لاحظة هذا الأمر. نعم. لكن بالنهاية إذا بدك تفلتي الدولار على الدواء وتفلتيه على البنزين وتفلتيه على الطحين بدون ما تبدي دعم، يعني ما هو هيدا معنى شو رح يصير؟ يعني بضل الدولار 1500 بالمصرف، ولكن بصير لا، انا برايي يصير في سعر موحد لإله. هيك رح يصير؟ هيدا هو سعر الواحد 2000، يعني هني عم بجربوا يفتشوا عن منطقه وسطيه بين سعر السوق السوداء وبين السعر الرسمي، يعني هيدا المنطق. لكن حتى السيطره على ال 2000 بعدم وجود خطه ضبط للواقع الأوسع يمكن يكون صعب، لأنه في ناس عم بتقول الدولار ما له سقف، وأنه حتى 3000 رقم بسيط جدا أمام واقع ما هو قادم من ضغط على لبنان بموضوع الليرة والدولار. وبالتالي الله يعينكم على الفترة. شو بيعملوا بالناس يعني؟ هون هل لبنان يحتمل؟ أنا بتمنى أنه هذا الحكي يكون تهويل، يكون محاولات ابتزاز بالسياسة، وما يكون انعكاس لواقع هالقد أليم جاي علينا بالفترة القادمة. والرهان أنه فعلا في عنا مع بداية الصيف فترة جديدة، كله عم نحكي جوزيفين وما عم ناخذ بعين الاعتبار الوقائع الحاكمة الجديدة. نعم. التي سيحدثها كورونا في لبنان والمنطقة والعالم. نعم. طيب ليش شو ممكن تكون هذه الوقائع؟ يعني هذه إذا بدك الأثر الاقتصادي لكورونا على الاقتصاد اللبناني أكثر من ما هو هلأ. لا ليكي، لبنان يعني إن شاء الله بنقدر نتجاوز الأزمة وبكون الخسائر محدودة، بس النقاش أوكي. هو بالخسائر على الاقتصاد العالمي. أوكي شوف، صدق في بيان مش بس معلومات، صدق توقيف صياري فلم يلتزموا سعر سقف الدولار وآخرين غير مرخص لهم بممارسة المهنة، صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بتاريخ اليوم بارح، يعني أوقفت مديرية المخابرات 23 شخصا عظيم. في عدد من المناطق اللبنانية لقيامهم بمزاولة مهنة الصيرفة دون ترخيص. فإذا هيدا موضوع ماخذ حد القانون الكامل، الجيش قايم فيه بموجب تكليف. أدي ملفت أنه الجيش عم يعمل هذا الموضوع وليش؟ هيدا يعني هيدا ليك أول شيء. هيك أنا مبارح تفاجأت لما قرينا الخبر على أساس أنه الجيش، لماذا الجيش اللبناني هو من يقوم هيدا؟ فإذا الجيش أكيد بتحرك بناء على أمر قضائي وعلى توجيه سياسي، هيدا بيعطي ثقة أول شيء. تاني شيء بيحاول يردع هذا الواقع الصعب الموجود على الأرض. ثلاثة، يمكن الجيش لأنه مؤسسة ذات مصداقية. نعم. بضمير الناس وبقلوب الناس. صحيح. بتحس الناس أنه في واقع جدي. بس إلى أي مدى؟ أنا برأيي ما رح يقدروا يلتقطوا القصة. بس إلى أي مدى يبشر خيرا هذا الموضوع؟ يعني أنه اليوم الجيش اللي هي مؤسسة عندها مصداقية تنفذ إذا بدك بيان أو تعميم صادر عن مصرف لبنان، وأكيد هي بدها تعمل هيك بإعاز رسمي. إيه. قضائي وسياسي. هل هذا مؤشر على أنه فعلا نحن رايحين لضبط سعر السوق السوداء وأنه تثبيت سعر الصرف خارج مصرف لبنان على 2000 ليرة؟ أنا بتمنى أنه هذا نقدر نوصل له. وهيدي خطوة جدية جدا بتدل أنه في إرادة وراء هيدا الموضوع. بس أنا مقتنع أنه هذا الأمر إذا لم يقرن بخطوات مالية بتعالج الأزمة بين السعر العام والسعر الخاص، ما رح نقدر بشكل كامل نواجه هذا الأمر. لكن هيدي خطوة جيدة نثني عليها. نعم. طيب بعد عنا 5 دقائق لنختم، بدي أحكي بشكل عام عن الوضع السياسي الاقتصادي في لبنان. نحن رايحين على فترة صعبة، دايما منقول أنه عم تقلي إن شاء الله ما يكون هذا تهويل أمام ما ينتظرنا من ضغط على لبنان. ماذا ينتظرنا من ضغط على لبنان في المرحلة المقبلة؟ هيك نعمل هيك شوية مشهد يعني بالأشهر المقبلة قبل ما نختم. المنطقة عم تشهد مواجهة مفتوحة تحت الكورونا. هلأ في معركة إدلب وما أنجز حتى الآن والمواجهة الروسية التركية. تحت الكورونا في الاشتباك النفطي بين الرئيس بوتين ومحمد بن سلمان، واللي أدى إلى هذا الانفلات الخطير بأسعار النفط وتداعياته الإقليمية. في عنا اللي عم بصير بالعراق من مواجهة بين العراقيين وقوى المقاومة العراقية وبين الأمريكاني. نعم. هذه أحداث ثلاث على الأقل
بتحطي حد منهم الصراع اللي عم بصير داخل المملكة العربية السعودية والاعتقالات المريبة من حيث توقيتها داخل المملكة للأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك وللأمير محمد بن نايف ابن خي الملك ولشقيقه الأصغر لمحمد بن نايف وارتباطه بأحداث معينة. هي الأحداث كلها لبنان متأثر ويؤثر فيها بقوة. لا يمكن للبنان أن يعيش أمانه القادم إلا مع سوريا مستقرة، مع شكل جديد للمنطقة لم يتبلور بعد. نحن نعيش كلنا بمرحلة انتقالية بلبنان وبالمنطقة، وهذه المرحلة الانتقالية قد تطول وفيها الكثير من المواجهات والعواصف. بس بدي استفيد من سؤالك لأحكي شغلة مهمة عم بتصير، وأنا للحقيقة ناقشت فيها فخامة الرئيس ميشيل عون بآخر مرة شفته فيها، هي أن هناك من يزين بمقالات وبإطلالات وببعض الحلقات التلفزيونية المدسوسة وبهذا التحريض على إيران تحت ظلال كورونا وبهذا الحديث العنصري عن النزوح السوري وغيره وغيره، هناك من يهيئ لمنطق تقسيمي مستجد يحكى عنه في لبنان تحت حجة الفدرالة القادمة إلى المنطقة والتي يراد لسوريا أن تعيشها كما هي موجودة واقعا في العراق. ألم تصبح نتيجة حتمية بعد برأيك؟ أنا برأيي هيدا أمر خطير. لبنان اللي قادم على ثروات قادمة واللي شعبه هالقد موحد بالوجع بمقابل الكورونا ما بيتحمل هيك طروحات خاصة. بس هو يعيش يومك يومك، يعني حتى بمسألة الكورونا وكيفية مواجهة الكورونا عم بعيش نوع من الفدرالي. يعني لك شو قصدي؟ السيد نصر الله بيطلع بيقول لجمهوره قعدوا بالبيت، مش عم بيقول لجمهوره، عم بيقول لكل الشعب اللبناني. لا أنا نحن لما عم نجرب نقول الوزير جمران باسيل بيطلع بيقول، يعني دايما هو نحن لا لي كيف قصدي، قصدي جاوبك جوزيفين. ليكي شو قصدي؟ يعني خطورة الموضوع انه مش بس هن عم بيحكوا، انا وياكي صارت الاحزاب رؤساء الاحزاب هن اللي بيطلبوا من جمهورهم، انه بيطلع توني فرنجيه في صغرته، بيطلعوا رؤساء الاحزاب يطلبون من جماهيرهم القيام بهذه الاجراءات بالوقت يلي مفترض الدوله ان تكون هي لها اذا بدك المسؤوليه الاكبر، مش المسؤوليه يعني المونه الاكبر. جواب وهيدا مهم كثير. لاحظي ارجعي لكلام سمحت السيد ولكلام الوزير باسيل، اثنيناتهم قالوا الدوله، اثنيناتهم ركزوا اعتبروا الدولة هي المركز بالمعالج، لكن هني من أي زاوية عم يطلعوا؟ المهم نحن نيتنا وإذننا كيف مقرر تسمعن، مقرر تسمعن بإطار الوحدة والله بإطار التقسيم والشرذمة. بس لكمل لك، هي مهمة جدا. كل طرف من هول الطرفين اللي بادروا من موقعه الوطني المشكور حيث لم يبادر الآخرون، قدم مقاربة وطنية مسؤولة تجاه الناس سواء كانت ناس أو الناس الأوسع. جوزيفين اللي بدها تسمع، أنا سمعت تعليق للنائب إدغار طرابلسي اللي هو نائب عن بيروت بالتيار الوطني الحر، هل قد أشاد بإطلالة سماحة السيد الأخيرة وبأبعادها وبأهميتها على كل الشرائح اللبنانية. لذلك المسألة بوطنية من يسمع أو بالنية السيئة لمن يريد أن يسمع. مش عم يحكي أنا ممنونك أنك أنت عم تطرح السؤال، بس السؤال هو مزبوط، بس ربطا بما تتفضل به، في البعض يقول هودي رؤساء أحزاب جماهيرية عند ناس، البعض يقول أنه الواقع التقسيمي بالبلد أصبح نتيجة حتمية ولو بعد حين. أنا برأيي هذا البلد لا يملك أسباب الحياة بظل أي طرح تقسيمي. الوجود المسيحي بالبلد، انتبهي، اللي هو وجود نوراني حضاري يشكل علامة فارقة لبقاء لبنان، حينما منحكي للحظة عن التقسيم أول خطر بهيدا التقسيم يتعرض له الوجود المسيحي بالبلد. لذلك معيار تمسكنا ببعضنا وتمسكنا بوحدة وطننا هي الأساس بهزيمة من يفكر ومن يكتب مقالات بجريدة بكل أسف كانت تمثل بلحظة منارة وطنية للبنان. مين قصدك؟ هذه النهار. الجريدة جريدة للأسف النهار. أصبحت الآن مين قصدك؟ جريدة تعيش النهار. فقط جوزيفين قول. على التحريض مين؟ على الإساءة على مين؟ الاستغلال مين؟ لكل أسف كان فيها قامات وطنية مين؟ ولحد هاي اللحظة بهاي الجريدة في أقلام
أصدقاء لإلي أحترمهم، هم كبار، لكن الإطار اللي موجود فيه الجريدة مسح الصورة الوطنية النمطية التاريخية التي كانت تتمتع فيه. جريدة النهار هي بتعرف حالها منيح. مين كتب جريدة النهار؟ هي بتعرف حالها منيح. مين؟ أنا ما انتبهت. مين؟ عرفنا جريدة النهار بس مين اللي كتب؟ لا أنا عم بحكي أقلام، أقلام كانوا بمجلس الوزراء من حكومتين ثلاثة كتبوا مقال واثنين وثلاثة تركيزا على نفس الفكرة. في نخب بلشت تتحرك. أنا امبارح لأنه واضح أنه هذه النغمة إذا بدك أو هذه بلشت، لا لا هيدي منا بريئة جدا، بلشت منا نغمة، هيدا تمرير أمريكاني وظيفي أتى لهم. في نائبين ولد عم امبارح بالبرلمان، ولد عم عملوا تعليق امبارح خالي من اي معنى للوطنية. نحن منحترمهم ومنحترم من يمثلون وبيتهم السياسي، ونقبن ولد عم معروفين يعني ولد عم خي البي، عملوا تعليق على قصة الدكتور مراد خالي من اي موضوعية. عيب طلع حكيم بهدله للوزير على رؤوس الاشهاد خارج اي ضوابط اي منطق اخلاقي قيمي. الأبضاي اللي بيحكي بالسياسي، شكراً. اللي بيقول الفكرة وبيكون الحجة تدعمه. شكرا لك سيد وزير، شكرا لك على هذه شكراً. الحلقة. أهلا وسهلا فيك. شكرا لمشاهدينا المتابعة، وبدنا بس هيك بالختام نضل نقول أنه مثل العادة خليكم بالبيت، لأنه هلأ فترة حجر جمعتين لنكون شفنا وين صار هذا الفيروس. في مساهمة جماعية من كل اللبنانيين إن شاء الله حلقة الجاي نحن وياكي بنكون البلد قطع هيدا الأضواء الخطيرة. نتمنى هذا الشيء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.